ما كيجي هذاك الانسان يبدا يقول لك الاسلام اهان المراه، الاسلام اذل المراه، الاسلام خلى المراه بونيشه. وين الاسلام هذه؟ ماهيش فاهم انا، حنا مسلمين عايشين مع انسان. بالعكس انا فوق راسنا كاع نخافوهم كاع. سبحان الله ما فهمتش انا الاسلام خلقها واسلام دلها واسلام، والله ماني فاهم. كي نروحوا لنا وين خلقناها؟ نخرجوا نحوسوا، نروحوا ناكلوا، نضربوا ايس كريمات، نروحوا للبحار، نروحوا للغابه، نروحوا رحمه ربي. لكن انتوما لما تحبوا الفسق والفجور، تحبوا المراه تشوفوها عريانه، تحبوا المراه تنحيوا لها الانوثه تاعها باش تولي هي راجل، كي تشوفوا الاسلام يجينيكم. الاسلام يجي انه جان ما يقدرش. شغل كاين الناس مازال محافظ على المبادئ، هذا ما كان فقط. وهؤلاء هم الذين يبثون الشبه للمراه. فاذا المراه سمعت، وخاصه مع ظهور هذه الوسائل، ظهور الانفلونسوز هذوما خارجين، لا حيا لابو الحيا، ما يستحوش، ما تستحيش على عرضك، ما تستحيش على عرضك. وين هي الشهامه والانوفه؟ تحيرك. هذه بنت الجزائر، هذه بنت الجزائر، بنت البلد اللي سقيا بدم الشهداء والاولياء والرجال. تخرج انا تخرج لي في الكاميرا عريانه ولا نصف عريانه، تمشط لي في شعرها ودير لي في الماكياج وتعري على الحاجه اللي ما لازمش توريها، باباها ويماها ما تشوفوها، وفرحانه وبنت زاير ويمثلون الثقافه الجزائريه. حاشا ولله، الثقافه الجزائريه ثقافه رجال، رجال وناس صمود وناس ابطال، ناس عندهم النيف. ما نولوش حنا كبعض البلدان المجاورة لينا. المرأة يطلق الراجل، مش راجل يطلق المرأة. هذا هو سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الرجل إذا رزق امرأة صالحة فله متاع الدنيا. والله حتى لو كان يسكن في قوطي، يسكن في هكذا في قبلي كما هذا، والله غير يتهنى. خلاص المرأة الصالحة تعيش معاها وتعطي لك حقك، حتى انت تحترمها. ما كاش منها كاع، ما كاش. مستحيل هذا الاسلام بكل ما وجد، بكل ما وجد من احكامه وتشريعاته حقر المراه ابدا، لا في ميراث ولا في حريه خروجها ولا في حريه تصرفها في بيتها ولا في حريه اختيارها لمن تتزوج. وش هذا؟ وش هما؟ مش حابين هذوما، حابين المراه يجردوها من كل هذه الاشياء التي تحميها باش تولي سلعه سهله للذئاب يتصرفوا بها كما يحبوا. حبوا يولونا كما الاوروبيين. شحال من امراه من غير زوج حامل، شحال من ابناء اللقطاء اللي ما يعرفوش باباهم، لي زونفون اكس لهم شعب الملايين خويا العزيز. شحال من مرأة تكابد المعيشة، تخرج تخدم، يتحرش بها الرجال سلعة سلعة سلعة. زعما انتم تشوفوا لي فين؟ كاش منها كاع. والله ما شوف، ما تكون امرأة في العمل إلا ويحوط حولها الذئاب كما اللحم، دير تحط له اللحم. يقول لك لا ناكل قلب اللوز. صح لشي صح، يبدا يشمشم. ما كاش منها كاع. تلقى المراه هذه تخرج يقول لك انا نضرب دراعي، ما ضرب دراعي مع والك، اليوم راكي شايده، غدو راكي شايده، بعد غدا شايده. الذئاب يضرب بك، هكذا يريدون منك. والاسلام امر بصيانه العرض، هذا عرض الانسان. المراه هو عرض. يا سبحان الله، انتم شفتوا دين يقول من قاتل دون عرضه فهو شهيد. اللي يقتل دون العرض تاعو فهو شهيد. كاش كيما هذا الامر هذايا. يجونا هذوما من بعدك، هذوما الاخرانيين يحبوا يعريوا المراه ويحبوا يخرجوا المراه باش مسكين تولي سلعه. في دارها بونيشه بصح في الخدمه معليش سكرتير تخدم الموديل، تجيب له قهوه تحط له. كيقول لها راجل جيب لي قهوه، واش انا خدامه عندك انا كذا، وعلاش المدير تاعك؟ الرجال كيفاش سبحان الله العظيم يصنعون اعراضهم. الان هناك حمله شرسه على المراه. والله يا اخواني، ما هناك دين كرم المراه كما دين الاسلام.
والله ما هناك دين كرم المرأة كما كرمها دين الإسلام. أعطاها الميراث بعدما كانت محرومة، أعتقها من الحرية بعدما كانت مدفونة يدفنوها، شاركها وعززها وكرمها في كثير من الأشياء، وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ وهو على فراش موته صلوات ربي وسلامه عليه. استوصوا بالنساء خيرا، أكرمهن وعلمهن صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: النساء شقائق الرجال، لهن ما لهم وعليهن ما عليهم. وشاركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المواقع، وقال عليه الصلاة والسلام وهو يحث على تعليم المرأة دينها: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وأمرهن بالستر والحياء والعفاف، وأخذ عليهن ميثاق الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة معززة مكرمة كرمها الإسلام. ولكن الآن دعاة الفتنة، دعاة الضلال، المفسدون في المجتمعات، المخربون للأسرة، يبثون شبها حول المرأة. فإذا المرأة انشرأب عنقها إلى هذه الشبهة، راحت أسرتها.